ألقى رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري باللوم على رئيس الجمهورية ميشيل عون في عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وشدد الحريري على أن مساعدة لبنان على وقف الانهيار من المجتمع الدولي ينتظر تشكيل حكومة مختصين غير حزبيين. جواب فخامة الرئيس الأولي بصراحة ما كان مشجع، ورجع على نغمة ستة زائد الطشناق، يعني التلت المعطل، وهيدا مستحيل. فخامة الرئيس بيقول الطشناق مش معه لأنه مسموني. وقال الحريري في كلمة بمناسبة ذكرى اغتيال والده رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري إنه قدم لعون تشكيلة حكومة 14 مرة، ولكنه لم يوافق عليها، وإن آخر مرة كانت منذ يومين. من يومين طلعت قلت لفخامة الرئيس إذا بين الحقائب الخمسة يا فخامة الرئيس في أسماء بدك تغيرها قلي أنا جاهز، سميلي لكل حقيبة ثلاثة أو أربع أسماء تنطبق عليها المواصفات، أنا مستعد نقي الأفضل من بين للحقيبة. الرئاسة اللبنانية سارعت بالرد على تصريحات الحريري معتبرة أنها تضمنت مغالطات كثيرة وأقوالا غير صحيحة. وقال عون في تغريدة نشرها مكتب الرئاسة إنه ليس واردا الرد على تصريحات الحريري، وأشار إلى أن ما أقر به رئيس الحكومة المكلف في كلمته يؤكد محاولته فرض أعراف جديدة على تشكيل الحكومة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق على حد قوله. من بيروت ينضم إلينا مراسلنا محمد شبارو. محمد، كيف استقبلت كلمة الحريري في الأوساط السياسية اللبنانية؟ هناك انقسام ريما في الأوساط السياسية اللبنانية حول كلمة الحريري، في أوساط تيار المستقبل، في أوساط ما كان يعرف بقوة 14 آذار، هناك ترحيب بكلام الحريري بوصفه وضع النقاط على الحروف وحمل مسؤولية التعطيل لفريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. في المقابل هناك في أوساط التيار الوطني الحر أو الحلفاء مع التيار الوطني الحر استياء من هذا الكلام، ولكن الشارع اللبناني في واد آخر كليا ريما. يمكن القول أن هناك حالة استياء كبيرة في الشارع اللبناني، على الرغم من أن الحالة يعني حالة الإغلاق العام كورونا يعني لا تسمح بتحركات، ولكن هناك غضب واضح في الشارع من المناكفات السياسية التي تعيق تأليف الحكومة. عمليا خطاب سعد الحريري اليوم ولاحقا رد رئاسة الجمهورية عليه هو تكرار لمشهد ألفه اللبنانيون في عملية تأليف الحكومة، وعند أي محطة سياسية فريق رئيس الجمهورية يتهم تيار المستقبل بأنه يحاول أن يسطو على ما يسمى بالحصة المسيحية في الحكومة، يرد تيار المستقبل ويقول أن المعيار هي حكومة أخصائيين من غير الحزبيين، وتاليا هو ليس إقصاء للتيار الوطني الحر، ولا يمكن لطرف أن يتحكم بهذا الحكومة عبر ما يسمى بالثلث المعطل، وهو الثلث القادم قادر على التحكم بقرارات الحكومة وأيضا حتى إسقاط الحكومة في حال استقالة هذا الثلث. في المقابل يرد أيضا التيار الوطني الحر، يقول أن معيار حكومة الأخصائيين يجب أن يكون على كل الحكومة بدءا من رئيس الحكومة، وتاليا وجود سعد الحريري في هذا الحكومة ينسف صفة أنها حكومة مستقلة من غير الحزبيين. تاليا هذا المشهد كله سائمه اللبنانيون، ولكن السؤال الأهم هنا هل فعلا هذا المناكفات هي التي تحول دون ولادة الحكومة اللبنانية؟ بعض الأوساط السياسية تقول أن فعليا هذا الكباش السياسي الداخلي بين التيارين تيار الوطني الحر وتيار المستقبل يخفي جزء أو أساس المشكلة، وهي أن الملف الحكومي اللبناني هو على الطاولة الدولية وتحديدا على الطاولة الأمريكية الإيرانية. كان متوقع أو تردد في الأوساط اللبنانية احتمال أن توفد الرئاسة الفرنسية المفد باتريك دوريل إلى لبنان لاستكمال المشاركة
المشاورات قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية. هذه زيارة لم تتم بما أن الأجواء الحكومية أو أجواء تأليف الحكومة لم تكن إيجابية، وتاليا الآن الأنظار ستتوجه إلى زيارة ماكرون المرتقبة إلى السعودية لعلها تساعد في إعطاء دفع ممكن دفع أقليمي ودفع دولي يساهم في الإفراج عن الحكومة اللبنانية. شكرا جزيلا لك محمد شبارو، كنت معنا من بيروت.